يأتي الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه دونالد ترامب في ظل تطورات تشهدها القضية الفلسطينية. أهم هذه التطورات هو صفقة القرن القاضية بالسماح لإسرائيل بضم غور الأردن بالإضافة للمستوطنات الموجودة في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية. طبعا بعد موافقة إدارة ترامب على هذا الأمر وتأييدها لهذه الصفقة، الآن الاتفاق يشير إلى تبدلات في هذه المواقف. أهم هذه التبدلات أنه مسألة الضم يجب أن تتوقف، ومسألة أيضا السماح للمسلمين كافة بالدخول للأراضي المقدسة والصلاة في المسجد الأقصى. مقابل ذلك إسرائيل تريد طبعا الثمن هو شعور بأن تكون دولة طبيعية في المنطقة ولديها علاقات مع دول الجوار.